الحقيقة أنا عايز أبعت رسالة إلى جيكا وأسرته. جيكا أصيب، وجيكا من الناس اللي الناس كلها عارفين قد إيه إن هو إنسان ليه يعني حب لمصر، وكان بيعشق إنه ينزل ويرسم دائما، وكان موجود دائما في الثورة. جيكا أصيب ويعني هو حالته خطيرة جدا، وقدامنا دلوقتي جيكا حالته خطيرة جدا بين الحياة والموت. يعني كلنا يعني بندعو ربنا يرفع عنه، ربنا يشفيه ويقوي أهله ويقوي محبيه اللي حواليه، لأن جيكا إنسان جميل اللي بيعرفوه. دي صورته الجميلة جدا قدامكم، اترسم النهاردة بعد ما كان بيرسم بقى بيترسم دلوقتي. ربنا يعني يرفع عنه آلامه اللي بيعيشها دلوقتي جراء الاعتداء اللي حصل عليه في أحداث محمد محمود، ويشفيه. ويعني كلنا بندعي له، ودي والدته قدامكم، وإحنا كلنا ندعي له، ربنا رب يشفيه إن شاء الله ويطمن عليه إن شاء الله بإذن الله، لأن إنسان جميل بجد. كلنا يعني نشعر قد إيه اللي يعرفه بالذات بيحبوه جدا وعارفين هو قد إيه إنسان جميل. كاميرا 90 دقيقة بترصد الأوضاع في غزة قبل إعلان الهدنة. هنشوف التقرير ونعود عشان نستقبل ضيوفنا المؤيدين والمعارضين لتأسيسية الدستور بعد الفصل.